سيد المالكي الإطار التنسيقي حول موضوع المحكمة الاتحادية، هي وجهات نظر متباينة مع وجهات نظر بالتأكيد أخرى، وكما تشيرين حول موضوع رئاسة المجلس أو رئيس المجلس، هناك قرار بات وحاسم من المحكمة الاتحادية حول هذا الموضوع يفترض الالتزام به. يعني المشكلة الأساسية سيدتي الكريمة أن المحكمة الاتحادية التي أسست، نعم ويعني في الواقع أسست في زمن بريمر الحاكم الأمريكي نعم المدني في العراق، وأسست ضمن إطار قانون إدارة الدولة وليس الدستور. يفترض أنه بعد أن تم الاستفتاء على الدستور وانتخابات السلطة التنفيذية الأولى والتشريعية في 2006، أن يذهب مجلس النواب إلى تشريع قانون جديد طبقا للدستور يتعلق بالمحكمة الاتحادية، وطبقا لهذا القانون يتم تشكيل محكمة اتحادية وتحديد طبيعة صلاحياتها. عموما هي تمارس صلاحياتها ضمن إطار المبادئ عامة للمحاكم الدستورية والمحاكم الاتحادية في العالم عموما. يعني نعم أنا اطلعت على عمل المحكمة الدستورية في البحرين، عملت فترة في هذه المحكمة واطلعت على آليات العمل. يعني لا يمكن المحكمة الدستورية أن تعمل إلا عندما يحال إلها قانون أو تشريع قيد التشريع من مجلس النواب، فإذا كان بما يتعارض مع الدستور توجه ملاحظاتها من أجل التعديل. إذا لجأ مواطن أو شركة أو مؤسسة يعني للشكوى على رئيس الوزراء أو وزير معين تتعلق هذه الشكوى بانتهاك للدستور، تقبل المحكمة الاتحادية هذه الشكوى وتطلع عليها وتحكم بنتائجها. فإذا كانت تتطابق مع الدستور يقف مع المواطن، إذا كانت ادعاءات المواطن أو الشركة أو المؤسسة غير باتة أو غير صحيحة فبالتأكيد المحكمة الاتحادية تبقي القرار أو النظام أو السياسة اللي تتبعها مسؤول في السلطة التنفيذية أو غيرها. فهي غير معنية بتفاصيل كثيرة، لكن لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تصدر قرارات دون اللجوء لها من قبل المواطنين أو الأحزاب أو المؤسسات الشركات بالتأكيد أستاذ.